كابتن محمود، يمكن اجل حضرتك اللقب ده كان مهم جدا، ويمكن التنس شاف يعني او لعبه التنس شافت نهضه كبيره الفتره اللي فاتت، ان في انديه كبيره جدا بدات تطور نفسها. شفنا نادي الصيد، شفنا نادي ودجله والكثير طبعا سواء رجال او سيدات. كلمنا عن مشوار الفريق، ازاي وصلنا، قبل النهائي كان مع مين، النهائي مع مين، اتفضل. احنا كان عندنا دور المجموعات كنا 4 فرق، كان معانا دجله في المجموعه اللي لعبناها في الفاينل، كان معانا هليوبلس، وكان معانا صيد اكتوبر. الحمد لله حققنا الفوز في ال3 ماتشات. وكان يعني فوزنا على دجله، فوزنا على دجله في في المجموعه المجموعات. كان معانا دجله والصيد وصيد اكتوبر اكتوبر وهليوبلس، وهليوبلس كسبنا الثلاثه، كسبنا الثلاثه الحمد لله. صعدنا اول مجموعه بقى على مستوى مصر. احنا مجموعتين اللي هو الدوري الممتاز، في دوري درجه اولى ثانيه، في فرق ثانيه. لا انما الممتاز 8 فرق. الممتاز 8 فرق. طب ممكن اعرفهم المجموعه الثانيه كانوا مين؟ المجموعه الثانيه كان الصيد الدقي، وكان سموحه، وكان سبورتنج، اعتقد سماش. يس سماش. تمام، دول الاربعه، دول الثمانيه الكبار بالظبط. طب تأهلنا من المجموعه، قابلنا الثاني هناك ولا قابلنا مين؟ قابلنا الثاني بتاع المجموعه الثانيه. طبعا هو كان صيد الدقي، كان بالنسبه لنا ماتش قوي جدا. كنا متخيلين ان هو هيبقى الفاينل بتاعنا، بس الصيد خسر ماتش في المجموعه بتاعته، خسر من سموحه. فكان ماتش قوي برده، خسروا 5-4، فتغير حسابات الدنيا شويه. لعبنا بقى الصيد في السيمي، مفيش مشكله، ما هو انت كده كده عشان تكسب بطوله كنت لازم تكسب صيد الدقي. بالظبط تمام، وانتهت النتيجه 5-4. 5-4 بالظبط. انا كنت فاكر، انا قلت الخبر ده. طيب كسبنا الصيد، طلعنا وادي دجله لاعب سموحه، لاعب سموحه في السيمي فاينل الثاني، وادي دجله كسب ولعبناهم ثاني في الفاينل. بس كسبنا 5-1 باين او 5-2. كسبنا الحمد لله. هي الماتشات بتتقسم 6 سنجلز و3 دبل، احنا الحمد لله خلصنا في الاول راوند اللي هي 6 سنجلز، كسبنا 5-1 ما شاء الله. فالدبل ما بقاش فيه، فالدبل يعني خلاص ما بقاش تحصيل حاصل. بالظبط تحصيل حاصل. طيب حضرتك، انا يمكن قلت في مستهل الخبر ان يمكن من اول ما تم تطبيق الدوري الجديد من 2018، عايز حضرتك تشرح للساده المشاهدين الفرق بين القديم والجديد، وليه الجديد كان بيبقى صعب بالنسبه لنا ان احنا ما نحققوش من 2018. اتفضل يا كابتن. واحنا الحمد لله يعني احنا كنا قريبين من السنين اللي فاتت كلها، كنا دايما في المربع الذهبي زي ما بيقولوا كده، دايما تالت او تاني، حققنا كذا مره. النظام القديم كان عدد الماتشات اقل، عدد اللعيبه المشاركه كانت اقل، كنا بنلعب حوالي 3 مباريات، 2 سنجل و1 دبل، فكان عدد قليل من اللعيبه. دلوقتي بنلعب 9 ماتشات بالظبط كده، ده النظام الجديد. ولازم نشارك ب3 لاعبين على الاقل من الناشئين تحت 18 سنه. فده النظام اللي موجود دلوقتي. فطبعا لازم يبقى عندك قاعده كويسه عشان تقدر تحقق اول يعني. احنا الحمد لله كنا قريبين طول السنين اللي فاتت، والحمد لله ربنا كرمنا. بس النظام الجديد ده فيه ميزه بصراحه، يعني كده بفكر معاك يعني كده بصوت عالي، انه هيخلي اكبر الانديه يبقى عندهم قاعده كبيره. النهارده بدل ما تلعب 4 مباريات ولا 5 مباريات عشان تفوز، النهارده تلعب 9، فانت عايز قاعده كبيره من اللاعبين والجيدين كمان. بيتهيألي النظام الجديد بقى اشرس واصعب. اشرس واصعب كمان، وبيخلي كمان الناشئ اللي هم تحت 18 سنه يبداوا يلعبوا الكومبيتيشن القويه بقى مع رجال وسيدات بدري كمان. فالفرقه على بعضها طبعا محتاج يبقى عندك قاعده كمان تحت 18 وفوق 18 عشان تقدر تحقق مركز اول. فطبعا المنافسه شرسه جدا. انا عايز اقول لك يعني شغل وجهد كبير وتستحقوا الحقيقه، لانه طبعا يعني انا متخيل المنافسه كانت عامله ازاي. ونفس الحال بالنسبه للرجال ايضا، كانت منافستهم شرسه جدا. كانت قويه جدا بصراحه.